الليلة هنتكلم عن تأثيرات رمضان على الاضطرابات النفسية. الدراسات اللي اتعملت عن تأثير الصيام على الاضطرابات النفسية وليس عن تأثيرات رمضان كلها. ما اتعملت الدراسات على كل الاضطرابات، لكن اتعملت على اضطرابين اللي هم الفصام وثنائي القطب، اللي هم بيقولوا عليهم سكيزوفرينيا هو الفصام، وثنائي القطب اللي بيقولوا عليه الباي بولر. الدراسات أثبتت إنه الصيام بيزيد احتمالية الانتكاسة لدرجة تكاد تكون 3 أضعاف. من هنا نحن بننصح نصيحة طبية إنه أي مريض بتاع فصام أو ثنائي القطب بياخد أدويته بانتظام وبيلاحظ إنه مع الصيام بيحصل له أعراض انتكاسة أو بداية انتكاسة، بننصحه بإنه يفطر زيه زي الأمراض العضوية اللي بتبيح الإفطار في رمضان. بعض الناس رغم النصيحة الطبية دي بيقول أنا ما بفطر في رمضان بسبب الوصمة أو بسبب إنه بفكر إنه حتفوتوا العبادات والشعائر وكده، لكن بنقول عين ليل للصورة الأكبر. أنت ممكن تتقرب لربنا في رمضان بإنك تعمل الحاجات اللي بتقدر تعمله أنت فاطر. شوف ممكن تعمل شنو يقربك لربنا ويشيل منك الشعور بالذنب ده، وأنت أصلا عندك عذر للإفطار. بالنسبة للناس اللي عندهم اضطرابات نفسية و ممكن يصوموا معاها عادي، بيبقى السؤال بتاع الأدوية، متين أنا أخذ دوائي؟ الدواء اللي بتأخذ بالصباح هناخده بعد الإفطار، الدواء اللي بتأخذ بعد العشاء بناخده بعد السحور. أحيانا في ناس بياخدوا 3 جرع في اليوم، وحتبقى فطور عشاء سحور. إذا كانت الجرع أكثر من 3 جرع في اليوم ترجع لطبيبك المعالج تعرف الطريقة كيف. في فئة برضو مهمة بتأثروا بالصيام في رمضان، هما الفئة اللي بتعاطوا، سواء تعاطي تدخين السجائر أو المواد المخدرة. الدراسات اللي اتعملت في المدخنين طبعاً أثبتت إنه بيكونوا أكثر زهجاً وتوتراً بسبب الأعراض الانسحابية مع الصيام، لكن الدراسات المبشرة الثانية أثبتت إنه دي أكثر فترة بيكونوا فيها أقل استخداماً وأكثر قابلية لإنهم يوقفوا استخدام السجائر. الفئة الثانية هم ناس تعاطي المواد المخدرة. نحن طبعاً نصيحتنا الأولى التوقيف. إذا كان يتعذر التوقيف بننصح بالتقليل. والتقليل أهم شيء، لأنه بعض المواد المخدرة أعراض الانسحابية بتبدأ تظهر والزول صايم. بعض الأعراض الانسحابية تكاد تكون قاتلة أو مضرة بالصحة جداً جداً. النصيحة المهمة اللي بتواجه الناس هسا إنه أصحاب الاضطرابات النفسية أحياناً بتعذر عليهم المشي للدكتور في رمضان، أو مرات بيغيروا الدواء بسبب تغير اليوم. فإذا حصلت معك أي أعراض انتكاسة أو تغييرات أعراض جانبية بسبب تغييرات الاستقلاب اللي بتحصل، بنصحك تمشي أي مستشفى نفسي. الحوادث المستشفيات النفسية شغالة 24 ساعة، فممكن تمشي تاخد تقريرك روشتتك القديمة، تمشي تشوف الدكتور هناك توريه الحاصل معك شنو، بيساعدك لحد ما تقدر تتواصل مع طبيبك المعالج. طيب في عوامل تانية في رمضان نحن ما بنقدر نتكلم عن تأثير الصيام بمعزل عنها. يعني مثلا في رمضان بتغير النوم، نمط النوم، السهر، بتتغير التداخلات الاجتماعية، في روحانيات وفي عبادات كتير. في بعض الاضطرابات النفسية زي اضطرابات المزاج وثنائي القطب بتتأثر بقلة النوم وبلخبطة النوم. فإذا حصل أنت لاحظت إنه النوم مع قلة النوم بتاع رمضان بدأت تحصل لك أعراض بتاعت انتكاسة، ترجع لطبيبك المعالج. إذا في بعض الناس التواصل الاجتماعي الكثير بالنسبة لهم مزعج أو ضغط. في بعض الناس بالعكس التواصل الاجتماعي بتاع رمضان بالنسبة لهم عامل حماية. في بعض الناس قراءة القرآن والصلاة الكثيرة والتعبد في رمضان عامل حماية. فما بنقدر نقول إنه ما بنقدر نعمم نقول الضغوطات الاجتماعية أو العبادة أو كده هي حماية أو زيادة للانتكاسة، لكن كل زول يلاحظ شنو هي الحاجات اللي بتنفع معاه وشنو ما بتنفع معاه، و يتجنب الحاجات اللي ما بتنفع معاه. ولو في أي مشكلة حصلت ما تستنى لي بعد العيد أو للإجازة، تمشي لأقرب مستشفى وتشوف النصيحة الطبية شنو.